من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث فالح نصير. فالح أهلا بك معنا. أكثر من 1500 مستوطن شن هجوما على بلدة في رام الله تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ما التفاصيل؟ نعم ضحى، لليوم الثاني على التوالي تتواصل هجمات المستوطنين على قرى وبلدات فلسطينية في منطقة شمال شرق رام الله، بداية من قرية المغيرة التي قتل فيها فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين في اعتداء وتبادل للأدوار ما بين المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي. هذا الحال انسحب أيضا على قرية أبو فلاح في هذا اليوم، كما انجر على قرى بيتين وسلواد وترمس عية وكذلك بلدة سنجل وعدد من القرى المحاذية. تمخض عنه إصابة عشرات الفلسطينيين وإحراق عدد من المنازل والمركبات الفلسطينية. هذا الهجوم يبرره الجيش الإسرائيلي بأنه جاء في ظل الحديث عن فقدان آثار لمستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما، كان يرعى الأغنام، لكن القطيعة عاد إلى إحدى المستوطنات المحاذية فيما اختفت آثاره منذ ساعات الأمس، والجيش الإسرائيلي يقوم بعملية ميدانية وعملية بحث وتمشيط في حين يستخدم الطيران العمودي المروحي في عمليات البحث، فيما انفلت المستوطنون من عقالهم وشنوا هجمات على هذه القرى متواصلة حتى هذه اللحظة، علاوة على مهاجمة المركبات الفلسطينية التي تقطع وتسلك الطرقات المشتركة ما بين الفلسطينيين بعمليات تمشيط، ولكن بجانب ذلك قام المستوطنون بعملية حرق للمنازل وللسيارات. نعم بالفعل ضحى، هناك تبادل للأدوار وهناك من الواضح ضوء أخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي للمستوطنين في ظل الدعم الذي يحظون به من قبل عدد من الوزراء أمثال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، علاوة على الحماية التي توفرها القوات الإسرائيلية لمجموعات المستوطنين في هذه العمليات والهجمات التي ازدادت بعد السابع من أكتوبر، وللمستوطنين سجل حافل في هذا الصدد مثلما جرى في قرية ترمس عية قبل فترة وكذلك في قرية حوارة في مدينة نابلس، علاوة على إحراق عائلة في كاملها في العام 2015، عائلة دوابشة في بلدة دوما بمدينة نابلس، مثلما جرى أيضا في العام 2014 في حي شعفاط بمدينة القدس حين أقدم عدد من المستوطنين على اختطاف طفل فلسطيني وقاموا بإحراقه. القوى الوطنية الفلسطينية بمدينة رام الله دعت لتشكيل لجان حماية وحراسة لهذه البلدات للتصدي للمستوطنين، إغلاق مداخل البلدات، دعت الحكومة الفلسطينية لإسناد أهالي هذه القرى والبلدات للدفاع عن قراهم في ظل هجمات المستوطنين المستمرة والدعوات الكبيرة من قبل المستوطنين لإكمال والاستمرار والإمعان في مثل هذه الهجمات. يرجح مراقبون بأن هذا الفعل ليس للبحث عن الفتى المستوطن، بل هو تهيئة للمرحلة المقبلة واختبار لردات الفعل. أنا مضطرة أن نكتفي معك بهذا القدر. مراسل الحدث فالح نصير كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.